وهذا الإمام مالك يدخل عليه رجل في المسجد فيما يروي البيهقي في الأسماء والصفات من طريق يحيى بن يحيى، فيقول له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب مالك وأخذته الرحضاء، تصبب عرقا، وقال له: استوى كما وصف نفسه، ولا يقال عنه كيف، وكيف عنه مرفوع، وما أراك إلا مبتدع، وأمر به أن يخرج. هذا مسلك السلف ومسلك الأشاعرة الذين كانوا في السلف الصالح. أما مسلك الخلف فكان يغلب عليهم التأويل الإجمالي، التأويل التفصيلي، أي أن يعينوا معنى لهذه الآية. قال العلماء: ولا بأس بسلوكه عند الخوف من تزلزل العقيدة، لأن بعض العوام في زماننا هذا إذا تركته من غير أن تفسر يأتي من يرمي في قلبه التشبيه. فقالوا: يجوز أن يكون المراد بقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى قهر العرش. ما معنى قهر العرش؟ حفظه الله وأبقاه في مكانه من أن يهوي على السماوات فيدمرها تدميرا. وهذا كما قال الإمام علي رضي الله عنه: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. فالعرش أكبر المخلوقات مساحة، فإذا كان الله قاهره فما دونه من باب أولى مقهور لله تبارك وتعالى. هكذا قال القشيري في الرسالة القشيرية: الرحمن على العرش استوى حفظ وقهر وأبقى. أما الجلوس فكل أهل السنة ينفونه عن الله، لأن الجلوس صفة المخلوق، ولا يكون الجلوس إلا لمن له نصف أعلى ونصف أسفل. والله تمدح بقوله الرحمن على العرش استوى، ولو فسرت بالجلوس لم يكن في ذلك مدح، لأن الجلوس يشترك فيه الإنسان والبهائم. تنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ليس كمثله شيء. أما الآية الثانية فهي قول الله تعالى في سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ فالسلف كانوا يقولوا: أمروها كما جاءت بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل، مع اعتقاد التنزيه في حق الله أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان ولا تحصره السماء. أما الخلف فقالوا: نبين لها معنى للعوام ليفهموا ونطرد عنهم الخواطر. فقالوا: معنى أأمنتم من في السماء جبريل عليه السلام الموكل بالخسف، لأن الله لو أمر جبريل أن يخسف بالمشركين الأرض الذين كذبوا محمدا لفعل. أما أن يكون المعنى أن الله يسكن السماء فكل أهل السنة يرفضونه، لأن السماء مخلوقة وهي مشحونة بالملائكة. فقد روى الإمام الترمذي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا فيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. فلا يجوز أن يكون الله مزاحما للملائكة في موضع أربع أصابع. ثم يقول رب العزة: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. فمن في السماء سيصعق وهم الملائكة سيموتون، لو كان الله في السماء لكان صعق كما صعق هؤلاء، وحاشا لله أن يكون في السماء. هكذا قال الأشاعرة، هكذا بيّنوا هذه الآية. ومنها الحديث المشهور على ألسنة العوام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي الملائكة، لأن الرسول قال في رواية أخرى: ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. ولا يجوز أن يقال عن الله أهل، ولا يجوز أن يقال عن الله أهل للسماء. فإذا في هاتين الآيتين نزه الله عن مشابهة المخلوقات وبينوا معنى لهذه الآيات. أما من الحديث فسأكتفي بذكر حديثين. حديث مشهور يعتبره بعض الناس الذين يخالفون أهل السنة الأشاعرة والماتوريدية عمدة عندهم، يقال له عند المحدثين حديث الجارية.
وهذا حديث ورد بعدة روايات لا يمكن الجمع بينها، وللأشاعرة فيه مسلكان، بعضهم صححه مع التأويل كالإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، والحديث هو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، كان عندي غنم وكانت جارية هذه ترعى لي غنمي، فأجى الذئب على غنمة فأكلها فغضبت فصككتها، فأريد أن أعتقها إن كانت مؤمنة. فيروى أن النبي قال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. يقول الإمام النووي: السؤال بأين هنا سؤال عن المكانة لا عن المكان، لأن أين تأتي في اللغة للسؤال عن المكان وتأتي للسؤال عن المكانة، ومستحيل أن يكون النبي سألها عن مكان لله، لأن الله خالق المكان وكان موجودا قبل المكان. فبقي ذاك التأويل سؤال عن المكانة، وقولها في السماء أي رفيع القدر جدا، وهذا معروف عند العرب، لذلك قال النابغ الجعدي أمام الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغنا السماء مجدنا وسماؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال له النبي: إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال: إلى الجنة يا رسول الله. قال: أجل إن شاء الله. فهنا السماء أريد به رفعة القدر، ولم يرد به أن الله محصور في السماء. كيف يحصر الخالق بشيء هو خلقه؟ هذا لا يجوز. أما القسم الآخر من الأشاعرة فقالوا: هذا الحديث لا حجة به في الصفات، وهذا القول الأصوب. لماذا؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي رواه الشيخان وهو متواتر، رواه 15 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فبين أن طريقة الدخول في الإسلام النطق بالشهادتين، فيستحيل على رسول الله أن يحكم لإنسان بأنه مسلم لمجرد أنه قال الله في السماء. وهذا الحديث الذي في صحيح مسلم فيه هذه الرواية، فلم يقبل بها هؤلاء العلماء، وقالوا الرواية الصحيحة التي نأخذ بها رواية مالك في الموطأ، فقد رواها الإمام مالك بلفظ: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال لها الرسول: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذه الرواية موافقة للأصول. ويقول الإمام الشافعي: إذا ذكر الحديث فمالك النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم. يقول الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي الذي قيل فيه إن المؤلفين في كتب الحديث دراية: عيال على كتبه. لا يقبل الحديث الصحيح إذا عارض الحديث المتواتر ولم يقبل تأويل. فحديث الجارية إما أن نؤوله بما ذكرنا، أو أن نقول كما قال الفريق الآخر من الأشاعرة والماتوريدية: حديث مضطرب لا يحتج به في العقيدة، لذلك الإمام النووي لم يورده في كتاب الإيمان، بل أورده في باب تحريم الكلام في الصلاة ليبين أنه لا يحتج به في العقيدة. أما الحديث الآخر وهو حديث صحيح متفق عليه عند الأئمة، رواه الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، ومن ذا الذي يستغفرني فأغفر له، ومن ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الفجر. هذا الحديث يقول علماء المسلمين من الأشاعرة والماتوريدية كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو أشهر من شرح صحيح البخاري، يقول: قال علماء المسلمين: هذا الحديث لا يحمل على ظاهره. ينزل ربنا المراد به إما أن نقول كما قال السلف
ومنهم ورأسهم الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه. لما سئل عن هذا الحديث قال: نزول رحمة لا نزول نقلة. وإما أن نقول كما قال بعض الخلف: ينزل ملك بأمر ربنا فيبلغ عن ربنا فيقول: إن ربكم يقول هل من داع فيستجاب له، وهل من مستغفر فيغفر له، وهل من سائل فيعطى حتى ينفجر الفجر. ويؤيد هذا التفسير حديث آخر رواه النسائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي: إن ربكم يقول هل من داع فيستجاب له. ويقول الحافظ العراقي: وخير ما فسرته بالوارد. حديث الرسول يفسره حديث الرسول، الآية تفسرها الآية. ويقول الإمام ابن حجر نقلا عن ابن فورك، نقلا عن أبي بكر بن العربي عن ابن فورك الأشعري المعروف، قال: ضبطه بعض مشايخنا بضم أوله، ينزل ربنا بضم الأول، وإذا ضمت الياء فالمعنى ظاهر واضح. أما الذي لا يرضى بهذا الكلام وهو كلام أهل السنة ويقول: لا، الله موجود في جهة فوق في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى السماء الدنيا، يقال له: الليل يختلف باختلاف البلاد، فالليل في الجزائر نهار في بلد آخر. فإن حملت هذا الحديث على ما تقول جعلت الله نازلا إلى السماء الدنيا طالعا إلى العرش، نازلا إلى السماء الدنيا طالعا إلى العرش كل لحظة من لحظات الليل والنهار، وهذا لا يقول به ذو لب وتحصيل. فلا بد أن تمشي مع ما ذكره العلماء. ثم النبي يقول في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان في صحيحه: ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة مرمية في فلاة من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. يعني السماوات بالنسبة إلى العرش مثل نقطة بحر. فالذي يقول ينزل الله بذاته هو فوق العرش كما يقول البعض وينزل بذاته، يقال له: أمامك أمرين وكلاهما لا يجوز. إما أن تقول أن الله يتضاءل حتى يصير تسعه السماء، وإما أن تقول أن السماء تمتد، وكلا الأمرين نقطع بأنهما لا يجوزا. فبقي ما ذكره الأشاعرة والماتوريدية أن الله ينزل ملكا بأمره. هذه عقيدة الأشاعرة، وهذا دورهم في الدفاع عن الشريعة الإسلامية.